مش خلينا نرجع كمان للاستاذ احمد سماحه مره تانية، واحنا بنتكلم على تداخل المستويات المحليه. بعض الناس دايما تتلخبط وتقول ان ده نظام معقد، انه يبقى في ناخب يروح يدلي بصوته مره على مستوى القريه ومره على مستوى المركز ومره على مستوى المحافظه. هل تداخل المستويات ده طبيعي في مشروع القانون اللي انتم مقدمينه او اللي انتم يعني بتحاولوا تعملوا عليه كسب تأييد في البرلمان، ولا تداخل المستويات ده موجود، هل موجود بره في القوانين اللي درستوها سواء في بريطانيا في فرنسا في الدنمارك، طلعت على بعض المشاريع؟ يعني التداخل ده موجود في كل حته، لان هو بمنتهى البساطه انت بتمثل جزء من الشعب في المستويات المختلفه اللي بتؤثر عليه تاثير مباشر. يعني انت مواطن ساكن في حي ما جوه محافظه ما جوه مدينه ما، فانت بالتالي لازم تكون ممثل في الحي اللي بيدير حياتك المباشره والمدينه اللي هي بتؤثر في حياتك المباشره والمحافظه وهكذا. فبالتالي احنا ما ينفعش نيجي نقول ان احنا هنفصل المستويات، يبقى انا بروح انتخب حي بس. في بعض الدول بتشتغل بنظام التصعيد وفي بعض الدول بتشتغل بنظام الانتخاب المباشر. بالنسبه لمصر كان الافضل او الاوقع حكايه النظام المباشر وليس التصعيد. دي نقطه. النقطة الثانية أحب أضيف كمان على المهندس شريف في نقطة هو قالها مهمة جدا، حتة الجزئية بتاعت التعريفات دي زي ما حضرتك ذكرت على موضوع المراكز بالذات الخاصة المراكز الصناعية دي هتقلب مقاييس حاجات كتيرة جدا زي تعريف محافظات معينة في مصر. يعني أنت ما تيجي تتكلم على محافظة بورسعيد، التعريفات لمحافظة بورسعيد إنها محافظة صناعية، ما يصطدمش بالعمل النقابي مثلا أو النقابات العمالية خالص. بالعكس بالعكس، ده هيبقى مفيد جدا إنك أنت في مناطق ديت، المناطق ديت بتبقى فيها مناطق سكنية، هي مش منطقة صناعية بنسبة 100%. فبالتالي انت في ناس ساكنة وفي ناس عايشة وفي محتاجة خدمات ومحتاجة. وبالتالي انت المناطق الصناعية دي ده تعريف جديد، زائد التعريف المشترك. والمشترك ده من اهم التعريفات، انك انت بتحاول بقدر امكانك تتماشى كمان مع خطط او طموحات الدولة المصرية. زي في خطة 2052 اللي هي الاقاليم التنموية، انت عايز ان كل محافظة يبقى عندها اكتفاء شبه اكتفاء ذاتي. فبالتالي انت عايز المحافظة يبقى فيها حضر ويبقى فيها ريف ويبقى فيها صناعي وفيها وفيها.